السلام عليكم الخوت، صباحكم بروك. تحياتي لكم الخوت. اليوم راه مباشره من السوق خميس سيد الحجاج ولاد مراح اقليم سطات الخوت. صور الاخوان راه بتاريخ 8/8/2024. اجاو ان شاء الله تسوق مع اخوكم يونس مجيد. تحيه لجميع الاخوان، الناس كاع اللي كيتبعونا من طنجه للقويره، تحياتي لكم كبيره ونهاركم مبروك. وما تنساوناش باللايك ديالكم، جزاكم الله خيرا. يوم راه صابحة الضبابة الاخوان، يوم راه صابحة الضبابة الخوت. يا والله يصوب، والله يعطينا ان شاء الله شي عام زين، والله يسهل على كل واحد ولا ما يسر. واجاو ان شاء الله تسوقوا معنا وفرجة ممتعة، الله يسخر الامور. شحال خرجت هذه يا اخوان عزيز؟ 71. تبارك الله، 3550 درهم على الاخوان. تباعت هذه الاخوان ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك. واجعوا ان شاء الله تسوقوا معنا اليوم من السوق الخميس سيدي حجاج ولاد مراح، وفرجه ممتعه. وتحيه للخوت والحباب، الله يبارك الخوت. نديروا ان شاء الله افتتاح بهذه النعجه. خويا العزيز صباح مبروك اسيدي، كلشي مزيان. شحال كاينه هنا من نعجه وشحال من ولد؟ 19 نعجه ياك. شحال والده من خروف؟ وحده دافعه ياك، 8 الخرفان و10 الحوليات ووحده دافعه، كاينين هما 19 نعجه الاخوان. ما شاء الله، نديروا افتتاح ان شاء الله بهذا الخير. شحال عطاوك اخويا العزيز هنا؟ شحال 118 ياك، كل وحده هنا 118 الوحده. اش دايره في السن؟ كاينه الستاتيه والرباعيه الاخوان وجموع صغير. تبارك الله ما شاء الله، سلعة راه زينة تبارك الله، اللهم بارك. مليح نعجات، ملاحات، الله يسخر الخويا العزيز. وتبارك الله عليك اسيدي، اللهم يسر اللهم يسر. سي محمد كليرة، سي محمد كلشي مزيان؟ صباح مبروك اسيدي. شحال عطاو لسي محمد هنا؟ 56 2800 درهم تبارك الله، 56 ألف ريال هنا. شحال هادي من راس هنا سي محمد؟ 19 ياك. تادلة، السلعة ديال تادلة الإخوان تبارك الله ما شاء الله. هنا الخوت راه 2800 درهم، 56 ألف ريال. والدري هذاك ولدك السي محمد ياك؟ أييه، لا ما يسر ما يسر. أييه ياك السي محمد، الله يحفظك الله يبارك. هذه الإخوان راه 2800، 56 ألف ريال، السلعة الإخوان ديال تادلة. سي محمد راه ديما راه في ثلاث ولاد فارس، سيدي حجاج الحد ديال البروج فقيف بن صالح، راه ديما. وتبارك الله عليك اسيدي، كنشكروك اسي محمد، اللهم يسر. نمشيو تجاه اخرى تبارك الله. شحال الثمن ديال المبروكات اخويا العزيز؟ 53. 53 ياك، 2650 درهم على الاخوان ما شاء الله، 53 ألف ريال هنا لكل وحده الاخوان. مازال ما حيدها ولدي على ثلاثه، ما كاين ما كاينش ضرار شيخ. مازال ياك ضرات اييه، اللهم يسر. نمشيو تجاه اخر، هادو راه 2650 درهم، 53 ألف ريال. خويا العزيز كدير بخير، امور هانيه. شحال عطاوكم اخويا؟ 72. تبارك الله، 72 الف ريال هذا الثمن ديال المعطى اخويا. ايه والبيع 74، حلا بيناتهم 100 درهم الخوت. تبارك الله، هنايا الخوت 3600، 72 الف ريال. هانتوما الخوت السلعه تبارك الله ما شاء الله. هذه الخوت 72 الف ريال تبارك الله، الله يبارك. السلام عليكم، انت كي داير؟ بخير، امور هانيه، كلشي مزيان، الله يحفظك الله يبارك فيك. كي داير السوق اليوم؟ اخويا الثمن كاين، كاين الثمن وشريق ليلى، كاين الثمن، الثمن خيالي كاع، فات القياس، والله يصوب، اللهم يسر خويا، والله يجيب لك التيسير يا ربي. ونمشيو اتجاه اخر الخوت، الله يسخر الناس، الله يسر لهم. خويا العزيز، صباح مبروك اسي، شحال عطاوك اخويا هنا؟ 72 اللي بغيتي فيهم انت. هاك تبارك الله، 3600 درهم الخوت، 72 الف ريال. ما عطاوك شي حاجه ولا مازال؟ 10000.
تبارك الله. هذا هو الخوت 3600 درهم تبارك الله، هما ربع على اخوان ربع الخرفين تبارك الله ما شاء الله. لو ما يسر الخويا غايجيب التيسير، لو ما يسر نشوف شي جهه اخرى تبارك الله. نشارك معكم الاخوان هذا السلع شحال معطى سي محمد؟ 71 ياك هي 3550 درهم على اخوان هذا السلع، 71000 ريال. الله يبارك، سلعة زينة تبارك الله، تشوب وكل شيء الخوت ما شاء الله ما شاء الله. هذه الخوت غليظة، سلعة بدرية غليظة تبارك الله. هذا المعطى ياك اسي محمد، أيه الله يسخر لكم اخويا العزيز. لا ما يسر نمشيو تجاه اخرى، لا ما يسر ديالي واحد فيه تبارك الله. هاني يا اخويا العزيز كذا واش مزيان الله يحفظك. شحال عطاوك هنا؟ شحال عطاوكم؟ 71 ياك، هي 3550 درهم على اخوان هذا السلع تبارك الله. 71000 ريال هذه يا الاخوان ما شاء الله، سلعه زينه مربع. شحال فيها من راس هذه يا اخوان؟ 16 ياك، اييه 16 تبارك الله، 16 خروف الخوت هذه راه 3550 تبارك الله ما شاء الله، سلعة زينة. لحتاج شي حاجة تخلي الإخوان النمرة ديالك، خلي الإخوان النمرة ديالك، هو اللي يبغى شي حاجة راه يتواصل معاك إن شاء الله ياك. بحالة سيري، بحالة سيري يا الإخوان تبارك الله ما شاء الله. خلي الإخوان النمرة 06 26 24 06 55 اللي يحتاج شي حاجه راه يتواصل مع الصديق، وراه كاينه شي حاجه قال لك خاطر في الدار الخوت. لا ما يسر لك اخويا العزيز، لا ما يسر ان شاء الله ما تدريش. اه كي داير بخير هاني؟ كلشي مزيان؟ انت ديال هذاك كلشي بخير. شحال عطاك؟ 9 مني انا. شحال عطاك؟ شحال؟ 48 2400 درهم هذا 52 قلت لهم حتى 52 ما باغيش نبيع ما باغيش تبيعهم بها. ها انتوما الخوت عطاو 48 ما يبيعش بها، قال لهم 52000 2600 درهم تبارك الله. الله يبارك، هذا هو الخوت خرفان ديال لك سيبه قرن تبارك الله، قرن تصليعه زينه تبارك الله. قلت لي جات 48 ما تبيعش بها، بيعوا 52000 ريال. الله يسخر خويا، لا مو يسخر نمشيو تجاه اخرى الخوت. هذا راه 2600 الثمن ديال البيع والمعطاء الخوت 2400 درهم. الله يبارك، الناس اللي كتسول على التاقي هاد الدار الخوت غايز. شحال الثمن اخو؟ 71 ياك، 3550 درهم الاخوان هاد السلعه تبارك الله، سلعه زينه الله يبارك مليح. هذا المعطاء ولا الثمن ديال البيع اخو العزيز؟ ها المعطى ياك اللي عطاك السوق دابا، هيا المعطى الاخوان تبارك الله. هذه الخوت راه 71000 ريال اللي عطاو اللي تيبتها دابا تبارك الله. السلعه راه مشمشه الخوت الله يبارك. هانتوما ما شاء الله، هذه الخوت راه 3550 درهم. هما يسر خويا غايجيب التيسير، هما يسر نمشيو تجاه اخرى الخوت. خويا العزيز كي داير بخير؟ امور هانيه كلشي مزيان. شحال عطاوك في هذا الحولي؟ ما عطاوك حتى حاجه باقي على الله. اييه مرحبا مرحبا ام ميسر. اش داير في السني؟ ربيعي عطاوك شي حاجه ولا مازال؟ 104 ياك، اييه 5200 درهم هذا الاخوان المعطى ربيعي الاخوان هذا تبارك الله ما شاء الله. لا ما يسر خويا، وما يسر نمشيو شي جهه اخر. حاولي راه زين تبارك الله، هات درهم 104 5200 والله يجيب التيسير. لا ما يسر هذا خويا العزيز. شحال سلام؟ شحال الثمن؟ 80 4000 درهم. اييه سنة الحليب بقى سنة الحليب هذا الخوت 4000 درهم 80000 ريال. سلام العميم كي داير؟ لاباس عليك؟ امور هانيه كلشي مزيان. شحال عطاوك في هذا الخير؟
86 4300 درهم هذا الاخوان تبارك الله. اجر استنى تني ياك تني هي تني الاخوان تبارك الله 86000 ريال 4300 هون مشيو تيجي اخر لهم ويسر. والعزيز كدير بخير امور هنا الله يحفظك. سؤال دخروف هذي نعجة جموع 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 على الاخوان شحال عطاوك فيها؟ 86 4300 درهم هذه الاخوان تبارك الله. الله يسخر خويا ولهم ويستر لك. هذه الخوت 86000 ريال 4300 درهم تبارك الله. وهذا الاخر نعجرة تبارك الله زينة ما شاء الله الله يسخر. هون شو تجي اخر قول عزيز سلام كدير بخير امور هانية شي مزيان شحال عطاوك اخويا؟ 65 ياك اييه كدير شي مزيان الله يحفظك. هنا الخوت راه 3250 درهم هذا الثمن ديال المعطيات. شحال باغي تبيع على سخر الله؟ 68 ياك كدير السوق اليوم ياك السوق يا ابني هاد 3 عطاوني 65 كلشي هاد 3 عطاو 6 هاكا كفات 3 من هنايا ال... شويه هذا اللي من هي الاخوان شويه من ديل والاخوان الله يسخر لكم والله يجيب التيسير لهم ويسر تبارك الله. السلعه راه رطبه وزينه تبارك الله الاخوانات طوبيه تبارك الله لا زينين خرفان تبارك الله نقيين الاخوان الله يجيب لكم التيسير لهم ميسر ونمشيو في جهه اخرى الاخوان. هذا ما عطاوكمش فيا دابا هذا 63 هذا الاخوان 3150 درهم 63000 ريال هون نمشيو في جهه اخرى. والعزيز الثمن ديال هذه الحوليه ما شحال؟ 44 ياك 2200 درهم الاخوان 44000 ريال تبارك الله الله يبارك هاتهم الاخوان هذه 44000 ريال اللهم يسر. اسمح لي الثمن هنا 71 ياك هذا الثمن ديال المعطى اييه بحال 3550 درهم الاخوان هاي بيرك 71000 ريال هاد الجوج اللهم يسر خويا ويجيب تيسير اللهم يسر هاتهم خويا العزيز مع شحال عطاو كي داير بخير شحال عطاو 39 ياك اييه 39000 ريال هادو الاخوان تبارك الله 39000 هنا اخويا العزيز 70 3500 درهم 70000 ريال هادو هما يسر اخويا جامع هادي جامع مكاينش الدرار والو شحال عطاوكم؟ سير الله يسخر اسي شاركوا معاكم بعدد النعجة الخوت تبارك الله عجرة زينة لا ما يسر اسي شحال الثمن اخويا؟ 52 ياك اش داير في السن؟ جموع؟ اييه جموع هي السن باقي مزيان تبارك الله سلالم اخويا تبارك الله جموع الدرار ما كاينش ياك مازال هذه الخوت راه 2600 درهم 52000 ريال هاتهم تبارك الله هما يسرات قول عزيز مع شحال الثمن هنا؟ انت هما ياك هادي 86000 اش والدة حولية خروف؟ النعجة جموع هيا جموع هادي الخوت 4300 درهم 86000 ريال راه انت هما الاخوة الله يسخر خويا والله يجيب لك التيسير راه هما يسر. Thank you.